حلوة النهاردة يا عم. لقتك نيلة ويحزك يا واد. بقولك يا عم. نعم. أنا عايز فلوس يا عم. ما كانش أنا عذر يا ضنايا وباع جزر. لا يا عم ما ينفعش كده، أنا عايز فلوس، عليا فلوس كتير ولازم أدفعها. منين؟ كان على عيني يا ابني، لو كان معايا والله كنت اديتك. لا ياما ما ينفعش ياما، شوفي حتة الدبلة عندك دهب أو أي حاجة قديمة ياما. الدبلة اللي كانت حيلتي بعتها يوم أبوك ما اتضرب حتة علقة هناك في القهوة وراح المستشفى. لا ما أنا ما ينفعنيش الكلام ده ياما، لازم أقب وأغطس ويبقى في إيدي فلوس. ولا أجيب لك منين يا ضنايا؟ أنا ما حلتش اللادة، حتى الجلابية بقالها سنة على جتتي ما غيرتهاش. هبيع أي حاجة من الشقة. هبيع إيه؟ ده الحرامي لو دخل هيسيب لنا بدلها يا اخويا فلوس. هبيع انبوبه ياما، هبيع حصيره ياما، هبيع نفسي ياما. وانا اجيب لك منين؟ والله ما حيلتي حاجه اهو اهو. يا ساتر يا رب عليك، ما بيصدقش ده ليه؟ انا عارف ياما انت بتشيلي فلوسك فين. ولا قسما عظما لو مديت ايدك لاطهرك. اقول لك على حاجه ياما، والله العظيم يا نسر الشمشم على وشك. اسمع ياما بس، ابعد يا واد لقدام ياما. خد كتك العرب، يلا غور من قدام غورو، مش عايزه اشوف وشك هنا خالص. خدت الفلوس اللي كنت شايلها للعيال يوم الزنقه. منك لله يا شيخ، منك لله. ارجعهم لك ياما والله. ولا مش عايزه منك حاجه. يلا فضلوه ياما. والله في رقبتي ياما، هرجعهم لك. بقول لك قوم من قدام. قوم كتك البلد فيك وفي ابوك كمان. اللي بس اللي عمل فيا كده يا ربي، ليه كده بس؟ لو سمعني كده، انت فعلا طلقت ماما؟ ليه؟ يعني ايه ماما مش هتيجي تاني؟ اجي لك ازاي وانا ما معيش فلوس؟ يا بابا ماما ناوي تتجوز. تتجوز؟ ماشي يا بابا. Have a nice time. شايف الدنيا بتعمل معايا كده ليه؟ الدنيا بتطربك فوق نافوخي. يا ابني ما انا قلت لك تعال اشتغل معانا. لا يا ست انا مش عايز الشغل وبلاش ده. يعني صحفي تحت التمرين ما اخدش فلوس؟ ده انا اقعد تحت اللحاف احسن. بقول لك يا عمده. يعني محتاج قرشين. بص يا خالد، انا عايز اقول لك حكمه تتعلمها للزمن. يعني لو ليك صاحب ومش عايز تخسره ما تسلفوش فلوس، وانا بصراحه مش عايز اخسرك. انت بتخوني يا صاحبي. اخونك يا خالد؟ انت مجنون. انا بقالي شهر يا ابني مقشطني انت، جايبني على الحديده وانا بصراحه فلوس على قد. خالد انت عاوز كام؟ لا يا سام، ما خدش فلوس من حرمه. حرمه؟ حرمه يا فاشل يا تافه يا امع، انت مش عارف ان الكلمه دي بتنرفزني؟ خد يا اخويا الفلوس وبلاش تعمل. قلت لك ما باخدش فلوس من الحرم. بقى كده؟ طيب انا غلطانه ان انا عرضت عليه. موت من الجوع. انت حمار، وهي دي حرمه؟ ايوه صح. سام انت مت. ازيك يا ابو خالد؟ ازيك انت عامل ايه؟ كنت عايز افصل الموبايل ده وتشوفه لي بكام. ودي الشاحن بتاعه؟ ايوه الشاحن بتاعه. طب والضمان؟ للاسف فتره الضمان خلص. طب انا هفصله لك بالامانه، بس انت عايز في كام؟ المبلغ اللي انت هتقوله، المهم بس يعني تشوف العده اقل شويه ويكون فيها بلاتوس. انت عايز تدخل راس براس وتاخد الفرق؟ انا عايز اخد الراس. ما اتفتحش قبل كده؟ لا لا يا سيدي. ماشي يا عم. ايوه يا رب يا كريم. اهلا يا ماجد يا ابني. ازيك يا عم، عامل ايه؟ تمام. هو ايهاب موجود؟ اصل بقالي ساعتين بكلمه على تليفونه وتليفونه مقفول مش عارف اوصل له، فقلت يعني يكون نايم ولا يعني قاعد وتليفونه قاطع شحن. لا ده هو نزل يا ابني ونسي تليفونه على الشاحن مقفول. نزل؟ طب ما تعرفش هو راح فين؟ اوصل له ازاي؟ اجيبه منين؟ يا ابني احنا هنتكلم على باب كده، ما تخش. تعال خش خش. هروح فين يعني؟ زمانه جاي. خش. اتفضل يا مالك اتفضل. خير يا ماجد يا ابني؟ في حاجه؟ لا لا يا عم مفيش حاجة، أصل كان في حوار كده في الجامعة ومحتاج ألغي إيهاب عليه عشان يقول لي أعمل إيه. يا ابني أنا طول عمري بعتبرك زي إيهاب ابني، لو في أي حاجة محتاج أي حاجة اطلبها مني ما تتكسفش. لا لا أتكسف إيه، ربنا يخليك مستورة، بس كل اللي عايزه منك يا عم يعني إنك أول ما يجي إيهاب
قول له كلمني او يفتح تليفونه، المهم اعرف اوصل له. انت محتاج فلوس ولا حاجه يا ابني؟ لا فلوس ايه، ربنا يخليك يا عم، الحمد لله تمام، مستوره مستوره، بس زي ما قلت لك. حاضر يا ابني، اول ما هيجي هخليه يكلمك على طول. كتر خيرك، استاذنك انا. اتفضل حبيبي. اهو ماجد. ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ مالك شكلك كده مش تمام. طيب يا حبيبي هسيب كوره مع بعض، ما تنساش تضيف ضيفك. حاضر. في اسمع، انا محتاجك محتاجك قوي. ابويا كده مترب في حوار، ممسوك في قضيه رشوه، ومعيش فلوس اجيب محامي، ومعرفش حد ليه في الحوارات دي غيرك. انت عارف يا ماجد انا مش محامي دلوقتي، انت عارف انا مقدم على ايه ومستنيه. ايوه بس اقسم بالله ابويا ملوش في الليله دي خالص، ما انت عارف هو خنيق ظروفنا، لكن ملوش في السرقه، ما هو باين علينا اهو يعني. وبعدين مين هيقف جنبي؟ طب اهدى بس، هو فين دلوقتي؟ في القسم. حياة اخوك يا شيخ، حياة اخوك، اقف جنبي ما تسيبنيش، انا تايه. ايه ده؟ زينة؟ اللي جابك هنا يا زينة؟ تعالى يا طلحة، تعالى مستنياك. مالك يا زينة، في ايه؟ طلبة باعت لك رجالته عشان يقفشوك. ايه؟ يا نهار اسود، يا سنتك السودا يا طلعت. اهرب من هنا دغري، وما تبانش الليلة دي خالص. ما تقلقيش يا زينة، همشي والله همشي. اتصرف يا طلعت وهات الفلوس بأي طريق، لحسن ده ناوي يحبسك بوصل الأمانة اللي معاه ويعلقك أنت وعيلتك كله. يا لهوي، يا وقعتك السودا يا طلعت. يا رب. طب اعمل ايه يا زينه؟ يلا يا طلحه اعمل ايه يا رب؟ شوفنا يلا. طيب انا هتصرف يا زينه، انا هتصرف. امشي انت دلوقتي قبل ما حد يشوفك. هتصرف يا زينه، ما تخافيش بقى. يلا. خال خال. اهلا اهلا اهلا، ازيك يا بابي؟ ازيك يا خالو، عامل ايه؟ مامتك عامله ايه؟ الحمد لله كويس. وابوك؟ ابويا مش كويس. ليه كده بس؟ خير؟ عنده شويه مشاكل في الشغل كده، عمل له قضيه. قضيه ايه؟ قضيه رشوه، بس ظلم يعني، ابويا ملوش في السكه دي، ما انت عارف. يا ساتر، هو شهر العقاري كده كله فساد؟ لا فساد ايه؟ فساد ايه يا خال؟ لا ابويا ملوش دعوه بالمواضيع دي، ابويا ملوش في السكه دي يا خال. انا مش قصدي يعني. عموما يعني انا كنت جاي لك عشان هو يعني يخرج من الحوار ده، لازم ندفع له كفاله. كام الكفاله دي؟ 3000 جنيه. ما تسال ابوك، اكيد الفلوس اللي معاه انتوا ما تعرفوش مكانها فين. فلوس يا خال؟ خال فلوس ايه؟ بقول لك ما خدش حاجه، ما خدش حاجة، هو ده منظر ناس معاها فلوس؟ يا خال بقول لك أبويا، أنا بقول لك على حد غريب. أمال مسكوه عشان إيه؟ كتر خيرك. بكرة لما أبويا يخرج هتعرف أبويا عامل إزاي. أنا مش هقول لأمي عشان ما تزعلش منك. ايه رايك في تاني شوية؟ واو ده كيوت خالص يا عمك، ميرسي. مبروك عليك يا حبيبتي. ميرسي يا مامي. وانت يا فيري اتفضلي، ايه رايك في ده؟ واو اتس ا وندرفول بيس. الله ميرسي يا فؤاد، ميرسي قوي. على ايه بس؟ ده انت غاليه غاليه قوي، انت والاولاد. الحقيقه إن ربنا ما كرمنيش بالخلفة، وما كنتش موفق في جوازي، عشان كده أنا هعتبر شروة ولؤي زي أولادي بالظبط. مش عارفة أقول لك إيه، أنا مش عارفة من غيرك كنت عملت إيه في محنتي. صحباتي في النادي بيعملوا روحهم إنهم ما بيعرفونيش. يا زمان. لا لا أنا مش عايزك تفكري فيهم خالص، أنا عايزك تفكري في نفسك بكرة وبس. ياسمين انا كنت عايز اطلب منك طلب كده، ويعني انا عارف انه مش وقته، بس يعني لو ينفع يعني. عايز جزء من فلوس الاغنيه ماجد؟ اه
بس انت لسه واخد فلوس يا حياتي. هي ايوه حصل صرفوا، حصل ظرف كده ما كنتش عامل حسابه. عندي مشكله يا ياسمين. بص يا ماجد، احنا علاقتنا شيء والشغل ما بيننا ده شيء تاني خالص. تاني حاجه يا حبيبي، عايز اعرفك ان كلنا في حياتنا مشاكل. انا ياسمين بحياتي دي كلها اوعى تفتكر ان انا كل حياتي ورديه. ايه يا سيهاب؟ اديني قعدت اهو يا سيدي. عايزك يا بابا، هقول لك يا بابا حاجه مهمه. خير يا سيدي؟ خير يا بابا. استنى بس لما ماما تيجي تقعد معانا. هي فين يا ماما؟ يا ماما. ايوه يا ايهاب يا حبيبي، انا جاي اهو. انت فين بس يا ست الكل؟ انت مستعجل كده ليه؟ كنت بطبق الغسيل. غسيل ايه بس وبتاع ايه؟ تعالي تعالي اقعدي جنبينا. خير ان شاء الله. خير ان شاء الله. انت قول، ادينا قعدنا. انا بصراحه يا جماعه جمعتكم النهارده عشان عايز اقول لكم على خبر مهم. انا هخطب. يا الف نهار ابيض، يا الف نهار مبروك. عشت وهشوفك عريس يا ايهاب يا ابني. استني بس يا فوزيه، استرسل يا حبيبي استرسل. هي بنت كويسه جدا وبنت ناس كويسين، واسمها سهى، في ثالثه تجاره، وهي اصلا من الاسماعيليه، وانا متاكد اول ما هتشوفوها هتحبوها على طول. اكيد طبعا ابني، وانا عارفه ذوقه. ربنا يخليكي ليا يا ماما. ايه يا ابو ايهاب، ما قلتش رايك؟ ابو هاب ده ابني، يوم الهنا ويوم المنى لما اشوفك عريس متهني. خلاص ليك، وعندي بقى حاجه حلوه. بصي، اعملي لنا صينيه بسبوسه وانا لقمه قاضي. من عينيا الاثنين، هعمل لكم رز بلبن. هو ده اللي احنا عايزينه. اهلا. ازيك يا لولو؟ كلمتي فيها لولو؟ هو ليه يا سوسو كل ما اديكي معاك تتاخري عليا بالشكل ده؟ على فكره انا ما رضيتش ازعل منك المره اللي فاتت، مع انك كنت اجريسيف قوي معايا، لكن قلت يلا كل يهون عشان خاطر احلى عيون في الدنيا دي كلها. ما انت عارف اني مشغول، مش فاضيه. يا بنت مش معانا الحركات دي. اصل انا جو الكافيهات ما بياكلش معايا. لما تعوز تشوفني انت عارف هتلاقيني فين. يا بنت انا ما بروحش لحد، الناس هي اللي بتجي لغايه عندي. والله العظيم يا سوسو، لولا انك غاليه عندي وبحبك ما كنت كلمتك بعد اللي عملتيه معايا المره اللي فاتت. يوه، ما قلنا بقى فكك من كلام الحب وشغل الطلبه ده. انا ابويا عيان مش لاقي اعمل له العمليه. انت ازاي بتتكلمي معايا كده اصلا؟ تنسيتي نفسك ولا ايه؟ انت بنت، انت حته ركلام اجيبك باشاره من صباعي. بس الغلط مش عليكي، الغلط عليا انا اني رضيت اصغر نفسي مع الاشكال دي. على اذنك. لما دخلت المشرحة عشان اشارك في غسل امي وتكفينها، جات لي حالة. فضلت اصرخ واقول لهم محدش يلمسها، امي عايشة ما ماتتش. بعد كده ما حسيتش بالدنيا، وقعت من طولي. ولما فقت لقيت نفسي في المستشفى على سرير ومعلقين جلوكوز. لما سألت على أمي قالوا لي ماتت واتدفنت من يومين. بس يعني أكيد أهلك جابوا بالواجب. أنا يا أهل فيهم؟ أنا أمي مقطوعة من شجر، وعشان كده أهل أبويا ما كانوش راضين بجوازه منها، كانوا متبريين مننا. برغم إن هما غناي ومعاهم ملايين، عمرهم ما فكروا يبعتوا لها 1000 جنيه عشان تصرف منها كل شهر ولا تاكل حتى منها. امال مين اللي دفنها؟ اهل الخير دفنوها في مدافن الصدقه. طب ما انا ابويا اتقتل قدام عيني وما خدتش عزيه لغايه دلوقت. ربنا يخليك بفيها نغم. بقول لك ايه، ما تيجي نشرب سجارتين يخرجونا من المود ده. انت معاك مخدرات؟ مخدرات حد الله، دي حته حشيش لقيتها تحت السرير. حتة حشيش لقيتها تحت السرير على اساس انها يعني بزرعه وحشيش تحت السرير. امسك. فاكر مين؟ احنا مش ناقصين نكد. قول امسك. امسك شرب. مين؟ بقولك يا شفيق، اخبار الواد طلعت ايه؟ ولا اعرف عنه اي حاجه، فص ملح وداب. هيروح فين يعني؟ ما هو هيرجع يعني هيرجع. جرايه طالبه.
انت مهتم بالواد ده قوي ليه؟ ما ان شاء الله عنه ما رجع يا اخي. انت قاعد هتفضل خايب كده على طول؟ الواد ده مكسب، ومكسب كبير قوي كمان. يا عم مكسب في ايه بس؟ ده عيل سيس ولا ليه اي لازمه. جرايا شفيق، هو انت اللي بتشتغل عندي ولا انا اللي بشتغل عندك؟ انت تقب وتغطس وتجيب لي الواد ده من تحت تقطيق الارض، فاهم؟ عفا عليك. كنت فين يا زينب؟ طب خش دلوقتي وبعدين نتحاسب. في ايه يا طالب؟ انت هتترسم عليا قدام صبيانك ولا ايه؟ وبعدين يا اخويا انا مش صغيره، ولما تحب تسالني سؤال زي ده ما يكونش حد غريب موجود. الله يسامحك يا ست زينب، انا غريب برضه، ده انا وطالب اخواته متربيين سوا. بعيد عني يا اخويا. طب خش دلوقتي، انا هعرف اخليك تكلمي اخوك الكبير ازاي؟ هتشوف يا زينب انا هعمل فيك ايه؟ ماشي. اللي احنا كنا بنقول ايه يا طالبه؟ كنا بنقول نتمشى فرنج يا حبيبي. يلا. ايه؟ يعني هوينا. يلا يا بابا. ماشي. يلا يا شفيق. ماشي يا طالبه. يلا يا حبيبي. انت بتقول ايه بقى يا بت؟ خد يا عم. وبعدين يا جدعان في القرف اللي احنا فيه ده. الهم بقى كتير يا جدعان، كلها تعبانة ومش لاقية اللي يداويها، كل واحد عنده مشكلته اللي مكفياه. وبعدين يا جدعان، وبعدين اخرتها ايه يعني؟ ابويا محبوس ومعيش فلوس كفالته، مش عارف اخرجه. طب ده ينفع ده؟ ابويا انا؟ ابويا؟ ابويا اللي ما بياخدش اكراميه مش رشوه يعني، يتحبس في قضيه وقضيه رشوه ومعهوش فلوس يخرج كمان بكفاله؟ الله ينعل على ابو الفلوس، الله ينعل على ابو الفلوس اللي بتخلي بني ادم رخيص. عايز افهم ازاي، ازاي الفلوس هي اللي بتتحكم فينا، اللي بتخلينا بني ادمين او مش بني ادمين؟ انا عايز افهم، ما حد يفهمني. مش لما نبقى نفهم احنا الاول؟ انا ابويا اتجيت ليه؟ لمصلحة مين ان ابويا يموت؟ كل ده عشان حتة كرسي في مجلس الشعب؟ كل ده عشان الفلوس والسلطة والعزوة؟ ايوه طبعا، كل ده عشان الفلوس والسلطة والعزوة. امال انت فاكر يا ابني؟ امال الدول اللي بتحارب بعضيها دي بتحارب بعضيها ليه؟ مش عشان الفلوس والسلطة اللي تجيب الفلوس؟ امال انا اعمل ايه؟ انا رحت جبت حتة الحشيش وقلت يا وادي مشاه بالحلال، وقطع زي ما بتجيب زي ما بتطلع، وامشي جنب الحيط. راحت حته الحشيش وشكلي هتعلق على باب الحارم المعلم، مش عارف اعمل ايه. هي الناس يا جدعان اللي بتحب الفلوس دي وبتجمعها، عشقه الاصفار ولا حبه الفلوس جنب بعضها ولا مالها؟ ما يسيبولنا بقى، مش عارف اعمل ايه. ما احنا مش ينفع يا جماعه اللي احنا فيه ده. صح عليك، احنا لازم نجيب فلوس. معاك حق، لازم نجيب فلوس بأي طريقة. الفلوس هي اللي هتحل لنا كل مشاكلنا. احنا عارفين طبعا ان الفلوس هي اللي هتحل كل مشاكلنا، ايه الجديد يعني؟ المهم هنجيبها ازاي؟ نجيب الفلوس ازاي؟ نسرق يعني؟ الله، نسرق يعني؟ هنشوف حد من البهوات الكبار اللي مكنزين فلوسهم في البيت، ونروح على الفلوس دي نستعيرها ونصرف بدل هو مش عارف يصرفها. نسرق؟ نبقى حرامية؟ ايه؟ ايه يا عم؟ انت هتحبس عبيط يالا؟ بتحبسنا ولا ايه؟ ده احنا في بيتك. نبقى حرامية؟ حرامية ايه يا عم؟ قصدك نبقى بهوات؟ لا، عنده حق. معاه حق فعلا. اهو الحرامية في الايام دي هم البهوات. هم كل حاجة. انتوا بتتكلموا جد ولا ايه؟ انتوا اتجننتوا؟ وليه لا؟ يعني ايه وليه لا؟ انا اليوم كان اوافق على العجله دي وما توافقش ليه يا جبل؟ هي خبطه واحده وكل حالنا هيتعدل، مالك؟ والله انا ما عنديش مانع، انا كل اللي خصني في الليله دي الكاشات، كتاكيت، عايز اخرج ابويا من المحنه اللي هو فيها. بس لو حد شافنا هنروح في 60 داهيه. ما هو ده بقى الكلام، الغلطة في الموضوع ده بفورة. جرايا يا اخوانا، انتوا خلاص بتخططوا لسرقة؟ خلاص بقى انا حرامية؟
ايه الحشاشه الفيستك دي؟ انت ايه رايك يا ماجد؟ انا عن نفسي موافقه. تمام، بس انت في حد في دماغك؟ بتفكر في حد معين يعني؟ مش بالظبط يعني، يعني في صحاب ابويا، في منافسينه في الشغل كده يعني. الله عليك يا برنس العالم، خد تستاهل. ولع السيجارة بقى وابدأ الإشارة. الله يخرب بيوتكم، هتودونا في داهية. يعني أنا أهرب من القتل ألاقي سرقة؟ استنى بس يا خالد أما نفهم. نفهم إيه؟ يقول لك هنسرق، هنبقى رشالين، هنبقى حرامية. ما تقوم تقولها في الشباك أحسن. يا عبيد يا عبيد، أنا أعرف الناس بيتقبض عليها وهي بتقسم مش وهي بتتفق. بقول لكم يا جماعة، ما تيجي نغير المكان ونتكلم في مكان تاني. هي الفيلا دي، بصوا بقى عشان الناس تاخد بالها ونتحبس قبل ما نسرق. ما فيها جناين؟ ايوه يا عم فيها جناين طبعا، وعايش هو ومراته في اوضه في الجنينه دي. الله، ما هو دام عايشين هنا احنا هنسرقها ازاي؟ يا ابني دول شكلهم كبار في السن قوي، نيجي بالليل هنلاقيهم يا اما ناموا يا اما ماتوا. طب احنا هندخلها ازاي ومنين اصلا؟ بص يا دينا، الحته دي هننط من على السور ده، البواب مش هياخد باله. ولد عليا النعمه اتخلقت عشان تبقى حرام يا دي الوقت. ونركن العربيه هنا. بصوا الحاجه هننقلها صرانسين واحده واحده، عمر ما حد في المنطقه دي شفنا. طيب بقول لك ايه يا شقيق، هي الفيلا اللي قدامنا دي يعني الناس اللي فيها مش هيحسوا بالحوارات اللي احنا هنعملها في الليله؟ اصلا ما فيش حد ساكن في الفيلا دي يا ماجد. حلو قوي، عشان الدور الجاي يبقى عليهم برضو. بقول لك ايه، انت تقول لنا بقى شغل الفيلا دي من جوه عامل ازاي عشان اعرف نسرق. اقول لك يا سيدي، تعالوا بس بعيد عن هنا. ها الفيلا دي عباره عن دورين، الدور الارضي ريسبشن. ده اسم كروك يا جماعه للفيلا كلها، عشان نبقى عارفين داخلين منين وخارجين منين، بدل ما نتقفش واحنا جوه وتبقى مصيبه احنا مش ناقصين. هندسه، طب يعني ايه اهم حاجه في الشقه الكروك اللي انا مش فاهم فيه اي حاجه دي ممكن يتسرق؟ طب خد بالك، احنا عايزين ناخد زي ما بيقولوا كل ما قل وزنه وزاد ثمنه، خفاف يعني. انت لو بتتكلم في مجوهرات ولا في فلوس انسي ان هم يكون سايبين الحاجات دي ومسافرين. مفيش مشكله، مفيش مشكله يا اخوان، احنا ممكن ناخد المحمول او الكمبيوتر اللابتوب ده. يعني هيكون سايبين المحمول واللابتوب بتاعهم يعني يا ماجد؟ مفيش مشكله، احنا ممكن ناخد الاجهزه الكهربائيه. انا كده هتلاقي تلفزيون تيفي دي، هتلاقي الحاجات دي. هو ده الكلام، احنا نتكلم في ديفيديهات، في تلفزيونات، في البلاي ستيشن، الهوم سيترز، الحاجات دي. مفيش مشكله، ما نكونوش واخدين الحاجه دي هي كمان. الله، في ايه يا جدعان؟ مالكم؟ هو احنا رايحين نسرق الفيلا دي ولا رايحين نتمنها ونشوف ناقصها ايه؟ يا جدعان اسمعوا مني، الفيلا دي كنز، لو دخلنا جوه ودعبسنا شويه اكيد هنلاقي حاجات حلوه. ها ايوه يا جماعه، الفيلا مليانه، يعني مثلا الكريستالات السينيه، السجاجيد الهاند ميد، التحف الاصليه، اللوحات الكبيره، كل الحاجات دي موجوده وتجيب فلوس. ايوه بس احنا كده بقى محتاجين عربيه عشان نلم فيها الحاجه. عيب عليكم، انا عندي واحد صاحبي عنده عربيه ممكن اخدها منه بكام ساعه دول. اهم حاجه انه ما يبرشطش علينا ويقول عايز يجي معانا ويقسم معانا في القرشين. يا عم ما تقلقش، هاخدها منه يا بني جاموس. تفتكر هيرضى؟ يا عم بالطريقه يرضى. طيب لو كده ماشي مفيش مشكله. تعالوا بقى نركز. ده الباب. وده السلم اللي هيطلع منه. كل المنطقه دي هي اللي فيها الفلوس. اهو جه جه جه. فين يا عم؟ فين يالا؟ الراجل صاحب العربية واقف بس طالب 200 جنيه، 100 كوبون في الأول و100 لما نرجع الحاجة. إيه يا عم مالكوا؟ بصوا لبعض ليه؟ كل واحد يقلب نفسه يلا معاه. أنا معيش غير 10 جنيه تاني. أنا عصفور. أنا معايا 40 جنيه بس أهو، يلا. أنا والله على جري من صحة ربنا، هات هات. أنا معيش غير 30. هات. دول 80 جند؟ ماشي، ممكن أثبته بيهم. وأجيب لكم العربية الرماحة. رماحة أنت هتجيب لنا بغلة. يا ابن الرماح هي العربية اسمها رماح. يلا يا غالي رماح يلا يلا بس بسرعة بقى طلع. طب يلا يا غالي هات الرماحة بسرعة. تعود الواد اهو. ايه اللي جاي بيها؟ وسع 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 يا ابن الرماحة. يلا اركب رماحتي علينا نعمل بغلة ارحم منها.
ودي كام دونكي باور دي؟ كام دونكي؟ ايه دونكي باور دي يعني بتمشي؟ لا قصدك بترفض. خلاص يا اخوانا خلاص اهي غساله ومية مية. بقول لك ايه يا عم الخفيف انت وهو؟ ما اتدخلتوش ليه كده؟ رحت جبت عربياتكم. طب يلا يلا لو قعدنا نرغي كده مش هنخلص. يلا يا عم نخلص. ايه يا عم العربيه دي تحبسنا من قبل ما ننسى. انت مش شايف ده صوتها هيلم علينا الناس اصلا من قبل السرقه. والله ماشي وعهد الله رجعها. دي كان عندها زفه دلوقتي يا جماعه. خلاص يا عم انت خلاص. يلا يلا يا جماعه يلا خلينا نخلص. ابص ايديكوا. يلا يلا مالك يا انت خايف ولا ايه؟ مش خايف يا مالك. انا متضايق. متضايق ليه بس؟ متضايق عشان اللي احنا وصلنا له. عايز نفرح واحنا رايحين نسرق. احنا هنعمل ايه؟ هتقطمني. في حل تاني نقدر نعمله حل بيه الظروف اللي احنا فيها دي غير ده؟ مفيش. بصراحة مفيش. يا خالد احنا محتاجين فلوس. مش هنفضل في الفقر ده طول عمرنا. احنا مضطرين والمضطر يركب الصعب يا اخي. ده وانت صادقه. المضطر يركب علبه الجبنه اللي احنا راكبينها دي. بهدوء من غير ما اي حد يحس بينا. واهم حاجه ما نتمسكش فاهمين ولا لا؟ بقول لك ايه؟ تعرفي تسوقي؟ اه طبعا. طب خليكي هنا عشان لو حصل اي حاجه تاخد العربيه وتطير. انت حرمه برضه. ايوه خلي العربيه دايره. يا سلام. واشمعنى يعني لو اي ما يقفش مكاني يعني؟ اشمعنى يعني اضطرت شويه؟ لو اي هو اللي حافظ الفله دي، وبعدين قال لك انت بنوته جميله تقفيه برضه. بقول لك ايه انا زيكم بالظبط. اه انت يا عم انت واقع. وانا جايب ناس من حقوقي. انت ساق معايا. يلا خلص شوف مين هينط الاول. طيب احنا المفروض نعمل ايه يعني؟ مين فينا هيطلع؟ مين هيفتح لنا السكه؟ مين هينط؟ يا جدعان ده يا عم انت هتحط بصوا لبعض. يلا خلاص بقى. انا طالع السلم ده. السلم ده هيودينا على السفرة. بس انا رايح على الغرفة عشان ابقى اوضته الناحية التانية. يلا معايا. هات هات الشنطة. عندنا في المنطقه. يا لهوي بتعمل ايه؟ بدور على واكل. ما اكلتش من صباحيه ربنا. واكل واكل ايه يا ابن الله يخرب بيتك؟ ما اكلتش بيتكم ليه قبل ما تيجي؟ وبعدين ازاي هيكونوا سايبين اكل في الثلاجه وهم مسافرين؟ انت عبيط يا غبي. انت هو انتوا جايين تدوروا على اكل هنا؟ دوروا على اكل في المطبخ. مطبخ ايه؟ مطبخ ايه وصاحي ايه ايه ايه؟ وانا جايب ولاد اختي في ايه مدفوع؟ احنا بنسرق. خلصونا. بقول لكم ايه؟ بطلوا هزار بدل ما هنتحبس. تعالوا ورايا انا عارف الفيلا دي كويس. انا هقول لكم تعملوا ايه. يلا يا لهوش. ايه يا جدعان البيت ده؟ بقول لكم يا جماعه
خلي بالكم عشان هنا في فازات كبيرة وغالية وممكن تتكسر. حسن! الله يخرب بيتك! حضرتك ما حصلش. ماشي. بقول لكم ايه؟ احنا هنلم كل الحاجة ونحطها في الجنينة، وبعد كده نبقى نحولها للعربية. ماشي. يا جدعان! الحقوا! كمبيوتر لابتوب اهو! كمبيوتر ايه يا ده مالك؟ يا جماعة حطوا البازار بقى يلا خلينا نخلص. فين بقى السيفرات والبلاي ستيشن؟ ايوه السيفرات شيء بلاي ستيشن اهو. هتحبسنا يا خالد؟ ايه ده؟ في حصل ينام يا راجل نام. في صوت في الفيلا. لا مفيش حاجة. مش عارف انه وحش شرير. ايه اللي وحش شرير اللي انت تقوله؟ الشيطان الرجيم. أنا قلت إنها فيلا مسكونة. شوف هيعمل ايه. يلا في هدوء وجيزه وبصوا. تمام يلا 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 بيت وخارج الزفت ده. احنا برضه غلطانين. حد يجر جاموسه ويروح يسرق بيها. لكن حيواتي نفتحها يا الحمد لله يا عم. ربنا سترها ربنا سترها. انجز بقى انجز ده الراجل يرجع تاني. طب يلا يا سيدي. هات ورجنا. تعرف الواحدة دي تتكلف كام؟ كام؟ 150 دولار على الأقل. وانا يا ابوي خدهم كله. يا جدعان ايه؟ انا همنيت على الحاجة في الجنينة. نخلص بس نقلها وبعد كده نشحنها في العربية. تمام نزلوا الحاجات دي. دينا حط عينيها على الحاجة. يلا يعني اديني أمان؟ أمان يا معلم. يلا يلا قبل ما يلا تعالوا تعالوا بسرعة. لا هو ايه؟ شاهد يا ياضي؟ شويه.
يخرب عادي. لسه ده الفيلا شكلها فيها تحف ياما. يا عم تحف ايه؟ دي شكلها حاجات رخيصه. بص عامله ازاي؟ يا عم احنا هنخسر ايه؟ هناخدهم نتمنهم ومين عارف يمكن فانا عارف بتقول لي ايه. قتلته بيدي يا مات. يا عم خلاص وطي صوتك، انت هتفضحنا. قدم فرار، يلا امشي يلا. بس يلا الراجل مات. لا الله يرحمه، تعالى بس دلوقتي يلا. تعالى تعالى هتفضحنا. اطلعوش ما تكلمش. ايه ده؟ ايه ده؟ قتلته يا مات. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ قتلته بيدي. ايه ده؟ ايه ده؟ شت. بس ايه ده؟ ايه ده؟ ما حصلش حاجه يا عم. عايزين نمشي من هنا. يلا يا جدعان يلا. اهدى دلوقتي، انسى انسى اللي حصل، انسى. يلا خلاص يلا امشي يلا يلا يا جدعان يلا يلا. خلاص العب العب وانت ايه. نزلوا حاجة على الضعيف. ضعيف خليه معاك. اقفوني الحاجة خليه معاك. نزلوا انتوا الحاجة. يلا انا عارف. يلا انزل. شو 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 يلا لؤي امسك. قتلته. اهدى يا اهدى اهدى. انا اقتل اللي ما قتلتش اللي قتل ابوه. اكتر راجل ملوش اي ذنب.
هو انت لو ما كنتش عملت كده يا خالد كنا اتمسكنا ومستقبلنا كان ضاع. انا مستقبلي ضاع يا دين. خلاص بقى يا خالد بقول لك اهدى. يعني اهدى؟ على فكره بقى الراجل ممكن ما يكونش مات. وكتاب الله المجيد. ايوه. طب نعرف كيف؟ بكره هنعرف كل حاجه ان شاء الله. المهم انت تهدى دلوقتي بس عشان ما نروحش كلنا في داهيه. احنا هنروح فين دلوقتي يا طلعت؟ رايحين للسورس يا كبير. اللي هياخد الحاجه كلها شقله واحده. طب بالله عليك يا طلعت اوقف جنب اي تليفون عموم. ليه اشمعنى يعني؟ عايز اكلم الاسعاف يلحقوا الراجل اللي ساحب دمه ده. اسعاف؟ عفوا يا عم. قول كده بقى. هو انت ما بتاكليش لي يا زينه؟ كل بقول لك ايه؟ هو انت ما بتشوفيش الواد طلعت؟ ما بشوفوش. يعني ما حاولتيش تتصلي بيه كده ولا كده ولا تشوفيه هنا او هنا؟ وعرفنا سر العزوم. ما بشوفوش يا طول وما اعرفش عنه حاجه. عايز حاجه تاني؟ طب بالراحه شويه يا زينه. في ايه؟ الله. طب بقول لك ايه؟ تحاولي تتصلي كده تشوفيه هو فين. اتصلت عليه النهارده تليفونه مقفول. نلاقيه. الواد ده راح فين؟ يا جماعه الشنطه دي فيها 25,000 جنيه. هنقسمهم قسمه الحاج. كل واحد ياخد 5,000 جنيه. اكتر ما حصلش. هاي بس بقول لك ايه يا عم الحلو انت وهي. في 300 جنيه رايحين لصاحب العربيه. ايه يا عم؟ هما مش كانوا 200 جنيه يا عم انت ولا ايه؟ الله 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 الله. تجيب على حق الراجل اللي غلبان. كانوا 200 جنيه حلوه لما كنا هنقعد ساعتين بس، انما دلوقتي الليل واخر. الله، وانت عرفت منين يعني الراجل عايز يزود فلوس؟ في مصلحه في الحوار ده ولا ايه؟ ايه يا ابني؟ انتوا بتسرقوني ولا ايه يا جماعه؟ لا يا غالي مش القصد يعني. خلاص يا جدعان ارموا ال 300 جنيه ونخلص. يا ابني اتكلم بادب يا ابني، وانا كلبي قدامك هتجيب لي حتى عظمه؟ يا عم ما قلتش كلب ولا حاجه يا عم، انت واخد الموضوع سرك ليه كده؟ يا ابني راجل صاحبي وانا عارف هيقول ايه وهيطلب ايه. خلاص بقى يا غاليين، بقول لك ايه يا لو؟ يا لو عادي صاحبه عايز يظبطه معانا في المصلحه، شايف الخير كتير ما فيهاش حاجه وبنكسر عينه. شافونا شو احنا بنسرق، شافونا واحنا بنتقاسم. من الشيطان الرجيم. في يا ست خبطتيني، انا صاحب خالد. قلبي يا قاسم مش تقول، انا مفكرك يعني حرامي. لا مش حرامي الحمد لله، اصل انا وحدانيه وعايشه في الشقه دي، وخوخه برضو يعني وحداني، تقدر نقول احنا بناخد بحس بعض كده. ما شاء الله عليكم، لقينا على بعض والله. انا برضو بقول كده، وتقدر تقول برضو العشره يعني تحتم علي ان اسالك انت مين. حلوه تحتم عليا دي. عموما متشكرين جدا جدا يا مدام. مدام ايه؟ بقول لك وحدانيه وعايشه لوحدي وهو عايش لوحده. الله يا ستي يا مدام ولا انسه، انا مالي انا ولا اطلع لك بطاقه، ما تخلصيني بقى. وانا احط لك البصمه ان شاء الله كل الليله دي عشان ما عبرتكش. انت ايه؟ عايز تجر نعم معايا ولا ايه؟ بوكسه؟ قله ادب. عندك حق. تكنيله وانت شبه علبه الكشري الفاضيه. الفل على عفاريت الاسفل على بوب المنطقه. ثبتني ثبتني الحمد لله على السلامه يا اخويا. انت لسه جاي دلوقتي؟ كنت فين؟ معلش يا حبيب قلبي اتاخرت عليك شويه. شويه ايه يا عم الحاج؟ ده الورديه باظت والعروسه عليها اقساط وانت عارف يا اسطى. عيب عليك يا كبير، انت شغلك مع طلعت، ولما اقول طلعت يعني هتروق وتحلى، هعوضك. طب فين يا رجوله عوضنا؟ عيب عليك يا بوب.
يا راجل بوب انت خليت فيها بوب. بص يا سيدي كنا متفقين على كام؟ على 200 جندي. وصلك منهم كام؟ 80 جندي صح؟ صح. يبقى ليك كام؟ 120 جندي صح ولا مش صح يابا؟ انت بتكتر ليه؟ ما تجيب من الاخر. اسمع مني بس وقف يمين وبص شمال على النقطه اللي جايه دي. 200 شمعة، 200 ورده، 200 فله جايين يمسوا على اخويا الكبير من اخوك طبعا، وصفحه جديده يابا. ها مرضي ولا الدور الارضي؟ خلينا في المرضي عشان الارض بينشع. بقول لك ايه؟ انا عدى لك يا صاحبي عشان انت زميلي وابو الشقايق. صحيح. ايه؟ ايه صبرتيني؟ منين؟ دي ناشفة وشققت خلاص. ما كانش نعذر يا صاحبي والله. اقف يا. ايه ده؟ كده يا محمد يا حلو. انت عايز تقلب مني يا. في ايه يا شفيق؟ وانا جاي لك متكتف، ده انا جاي من رجلي يا جدع. ده انت هتاكل ضهر. يا عم بروح ايدك وحاز امك. وكمان بتضرب امي. كده يا شفيق؟ بتضربني يا شفيق؟ ربك مع الغلابه وعاد الله تندى. مالك كده يا فاتح صدرك وعامل لي فيها شجاع السيمه؟ جبت الفلوس يا. مالكش دعوه يا خفيف. كلمنا مع معلمك يا دغوف. طب تعالى معايا بقى عند معلمك. طب اوعى يا عم ايدك طايله. اوعى ايدك. هات يا شفيق وتعالى. عم خش هتتنح لسه. ما قلت لك ما تزقش يا جدع انت. وعهد الله لا تندى. بس يا كنت فين الفترة اللي فاتت دي كلها؟ كنت بجيب فلوس البضاعة. أهي. وعليهم 200 جنيه زيادة. ليه إن شاء الله؟ أنت هتبشش عليا ولا إيه؟ لا إزاي؟ بس شوية شطارة مني. زبون متريش كده زودت عليه السعر. وعشان ضميري هابب ونيتي الصافية قامت قلت أجيبهم لك. غلطتش أنا؟ عداك العيب يا طب تسلم يا ذوق. طب وال المصلحه الجديده ايه؟ ابوس ايدك يا كبير، انا نفسي نرجع نشتغل تاني والعجله تدور واكل عيش. ولا شفيق اديله ايه؟ تاني يا طلبه هتديله بضاعه تاني يا طلبه. ما تحط لسانك جوه بوقك يا بقف، انا عارف انا بعمل ايه. بقول لك يا بقف مش قلت لك هتندم؟ قول لي بقى ايه بس؟ الصنف اللي فات عجب التلامذة زمايلك؟ ازيك يا اسماعيل؟ ازيك يا استاذنا؟ عامل ايه؟ الحمد لله. بان محلك معفن كده ليه يا اسماعيل؟ على قديمه. عندك لانشون؟ الحمد لله. طب لمني كل الجبنه الرومي اللي عندك. عينيا يا استاذ. سبحان من يغير ولا يتغير. ولمني كل الجبنه القريش اللي عندك. كمان. وثلاث كراتين بيض. وثلاث كراتين بيض ماشي يا عسل. وعلبة الكراميلا دي. وعلبة الكراميلا دي حاجة تانية يا عسل. في جبنة نستون. نستون فيه ما بحبهاش أنا مش عايزها. بلاش. امسك يا اسماعيل وقت البتاع ده. خد الزلوط اللانشون ده. خد الزلوط ده مش هيغلى عليك. امسك يا اسماعيل 300 جنيه. 300 جنيه حته واحده؟ وصلي الحاجه على البيت يا اسماعيل. عينيا يا خالد الزك. ما تتاخرش يا اسماعيل. عينيا. يا حاج مهدي. حاج مهدي. ايه في ايه؟ ازيك يا حاج مهدي؟ ايه يا خالد ده مواعيد تخبط فيها على الناس برضو. صحتني من النوم يا اخي. الحاج عليا الفلوس جت من البلد قلت اجيبها لك. طب ما تجيب. ما انت شكلك نايم اجي لك مره ثانيه. لا 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 مفيش مشكله خلاص خلاص هات يا عم اجي لك مره ثانيه. يا عم خلاص هات الفلوس بقى. امسك الشهر اللي فات وخمس اشهر مجدد. تؤمر بقى خدمه ثانيه؟ امر؟ ده انا اللي تحت امرك يا باشا. بص انت تخبط عليا في اي وقت وتصحيني زي ما انت عايز. ده انت حاجة جميلة جدا. وانت حاجة مملة جدا. خد يا اب انا انجزت لك فلوس الكفالة. زي الفل. كده ان شاء الله نروح بكرة نيابة واحنا مطمنين. بصراحة انا لسه مش مطمن. متقلقش يا ماجد. سيبها على الله. ان شاء الله براءة. اللي انت عملته معايا ده يا صاحبي يمين مش هنساهولك طول العمر. هيفضل في رقبتي. على ايه يا ماجد؟
لا شكر على واجب. ده العشم. ده العشم برضه يا صاحبي. ازيك؟ احسن منك يا اخويا. ما كل الناس احسن مني. ايه الجديد يا عم؟ مالك فيه؟ مفيش. على العموم انا صرفت لك فلوس العمليه بتاعت باباك. بتهزر؟ وانا ايه اللي يخليني اهزر؟ فلوس معايا هيب جدا. لا ما تطلعهمش، ما تطلعهمش هيب. ليه يعني؟ بعدين هقولك. يلا بينا. يلا بينا على فين؟ وبعدين انا طلب كبيره يا اخويا. اشربهم في العربيه. انا معيش عربيه. طب يلا بينا، يلا انجز بقى. لما اطلع هبقى اخدهم منك بره. ربنا يخليك ليا يا رب، ما يحرمنيش منك يا احلى حب في حياتي. حب؟ حب النوم. فاهمه ولا لا؟ انا اللي بيني وبينك دلوقتي ان احنا بنقضي وقت لطيف مع بعض وخلاص. فاهمه؟ طب يلا يلا. خلاص ياما، ياما ما قلت لك خلاص. الاشكال انتهى واتحل. خلاص بقى. ازاي؟ نفعتها له الكفاله، هيخرج بكتير وبكره الصبح. بجد يا ماجد؟ ايوه ياما بجد بجد. طب وجبت الفلوس منين؟ ما انا مش انا بكتب اغاني ياما وبشتغل شعر. بعت اغنيتين لياسمينة. ربنا يا ابني يرزقك ويزيدك كمان وكمان. ازيك يا سهى؟ اهلا يا دينا حبيبتي. خير؟ قافله موبايلك ليه؟ قلقتيني عليكي. لا ابدا، ده الشحن خلص. لا ما واضح فعلا ان الشحن خلص. ايه حكايتك بالظبط يا دينا؟ ما تخليش موت مامتك يضيعك. ايه بس يا بنتي الكلام الكبير ده؟ لاني حضرتك راجعه متاخر في نص الليل وكمان قافله موبايلك. وبصراحه كده يا دينا احوالك مش عجباني بقالها كام يوم. سهى ممكن نأجل الكلام ده لبكره؟ انا تعبانه وعايزه انام. بس انا عايزه اتكلم معاكي شويه. بقولك اعصابي تعبانه. الله، خلاص يا ستي سايبها لك. ماشي يا دينا براحتك، بكره هتندمي وتعرفي ان انا خايفه عليك. الف سلام عليك يا حبيبي. ربنا يخليكي ليا وما يحرمنيش منك ابدا. ندم على سلامتك يا حاج. الله يسلمك يا ماجد. انا كده يا جماعه اقدر اقول لكم ان مهمتي انتهت معاكم النهارده، وان شاء الله هتابع القضيه وابلغكم بالاخبار. يا ابني يا ابني احنا تعبناك معانا قوي. ما تقولش كده بس يا حاج. الحمد لله على سلامتك، وان شاء الله اديني بقولها لك اهو هتطلع براءة. يا ربي يبشرك بكل خير يا حبيبي. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. عايز حاجه؟ تسلم. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا عايز اروح على البيت بقى عشان اريح جدتي شويه. يلا يا حبيبي تنور بيتك من تاني. ما قلتوليش انتوا جبتوا فلوس الكفاله منين؟ انا اتصرفت فيهم. اتصرفت ازاي يا ماجد؟ عملت ايه؟ بعت اغنيتين جداد لياسمينة. ياسمينة؟ تاني ياسمينة يا ماجد تاني؟ خلاص يا حاج اوفر في النيابه، مش هينفع. تعالى يا حاج اتفضل اتفضل. يلا على بيتنا. يلا. كنت عايز اقول لك ايه يا عماد؟ كنت عايز اقول لك ايه؟ انت مدين 300 جنيه. خد 400 اللي اقول لك خسارك. خد ال 300 بتوعك اهو. يا خالد يا اخي احنا مش اصحاب، احنا اخوات. انت كده زعلتني والله. خالد اوعى تكون بعت حاجه عشان تتصرف. لا يا حبيبتي ما تخافيش. هجيلي شويه فلوس من البلد، كام الف جنيه كده. ايه ده بجد جالك فلوس؟ انت فاجئتنا. طب ما تعزمنا على حاجه يا اخي بمناسبه الفلوس اللي جات لك. انت جيت في جمل من عيال جوز يا متر. وانت محتاج حد يعزمك يا عماد؟ انت راجل دلوقتي بتشتغل في جرنانين وبتقبض مهيتين. قل اعوذ برب الفلق. قل اعوذ برب الفلق. انا مش بحسدك يا عماد، انا بس بنبهك انك اللي بتعمله ده دلوقتي غلط. انت راجل كاتب
مالك انت ومال الرسم الكاريكاتيري؟ ما عشان انت عشان مش مستوعبة الموضوع. يعني انت عندك مثلا مثال، يعني عمنا صلاح شاهين كان راجل، هو في اصلا وجه مقارنة بينك وبينه؟ صلاح شاهين ده كان حالة خاصة. يعني عماد كان حالة عفشة؟ طبعا. نعم ايوه، لانك كمان ما بتشتغلش في جورنال عادي، راح اشتغل في جورنال حكومة. نهار ابوك اسود، في حد يعمل اللي هي بتقوله ده؟ وماله يعني الجورنال القومي؟ الجورنال القومي ليه اهداف نبيلة، بيحمي البلد. وبعدين الجورنال القومي ده بيحافظ على الناس اللي معاه وبيقدرهم. انا باخد مرتب كويس جدا فيه. تحب تشتغل معانا؟ لا. انت كمان عايز تاخده معاك؟ انا مش قايل لك ما تبيعش حاجه للست دي، مش قايل لك تبعد عن السكه دي خالص. سكه ايه بس؟ ما قالوا لي السكه دي ما كنتش خرجت من الحبس. انا لو اعرف كده كنت قلت لك ما تدفعش ولا مليم. ما تفرش الحكايه، انا ما عملتش حاجه مش للدرجات دي يعني. واكتر من الدرجات دي، الفلوس دي حرام يا مان. حرام ايه؟ ده تعبي وشقايا. مين اللي قال؟ مين اللي فات وقال انه حرام؟ انا اللي بقول لك انه حرام. اهدوا بقى يا جماعه وصلوا على النبي واغصوا الشيطان. الشيطان دخل البيت بالفلوس اللي جابها ابنك دي. هو في ايه؟ في حد؟ في ايه؟ ما تبص لنفسك، طول عمرك ماشي جنب الحيط، عملت ايه في اخر حياتك لباس تعدية رشوة ومفيش في جيبك جنيه؟ ويعني ما تخرج منها ولا لا؟ اوعى تزود بكلمة، اوعى تنسى ان انا ابوك، فاهم؟ مش عايز اسمع ولا كلمة. انا هخلص، هسكت، انا هنزل هسيب لك البيت وانزل. اوعى. مع السلامة، ويا ريت ما ترجعش تاني، يبقى خلي ست ياسمينة تنفعك. الو، معي؟ لا انا في البيت، تعبانه شويه، مصدعه قوي من امبارح. انتوا فين؟ في الجامعه؟ طيب احتمال اجيلكوا. هقوم البس كده ولما انزل هكلمكوا اشوفك فين. ماشي، اوكي، يلا باي. قلل مين يا عم؟ افرش يا عم. افرش ليه يا عم؟ احنا هنطير القرشين يا عم. القرشين ايه؟ اشتري غير. صباح الفل يا غالي، عامل ايه؟ الحمد لله. بقول لك احنا كنا عايزين بقى انصاص كده، انصاص لانصاص واربع. اربع لحمه ولا انصاص؟ اربع ايه؟ لا لا لا، انا هات لي فليب وفر، وهات لي وفر. يا عم وفر ايه يا عم؟ تطلب ما في فلوس. فليب وفر، انت ايش فاهمك انت؟ ده صوص. بفتيك عايز؟ بفتيك ايش؟ بفتيك واحد. بفتيك بقول لك هات لنا ظروفنا لحمه كتير. ها ظروفنا لحمه كتير، اكتر من اللحوم. ايوه اكتر من اللحوم. الله يكرمك حبيبي. بقول لك يا اخي عايز شاي تقيل سكر كتير. انا تفضل مدينا الفوز ده كتير. فين؟ ما تروق شويه. مالك يا عم؟ فك شويه وروق الدنيا كده. ده احنا نطلب كباب، انك تركب له مواصلتين عشان تاكل. انا قلقان يا اخوانا، انتوا مش حاسين بيا ليه؟ حاسين بيك يا ابني، بس طالما الراجل ما حصلوش حاجه يبقى احنا في امان. وانت ايش عرفك ان الراجل ما حصلوش حاجه؟ اشتريت كل الجرايد وما لقيتش ولا خبر عن الموضوع. ما ده برضه ما يطمنش يا اخوانا، بس الخبر مش هينزل كده في اول يوم سريع سريع، ده لازم ينتشر ويتوغل ويتسرب بعد كده ينزلوه. في ايه يا جدعان؟ انتوا مكبرين الموضوع كده ليه؟ اتصل يا عم لؤي بصاحبك شوف لنا ايه الاخبار، اساله لنا كده على اي حاجه. ما ينفعش يا طلعت، هيحس ان انا عارف. طيب ماشي خلاص، سيبوني انا لما اقابله على الفيس هبقى جرجره في الكلام كده واشوف ايه الميه. طب وبعدين؟ الشك هيفضل ياكل في قلبي كده لحد ميته. ما تشغلش بالك يا خالد، صدقني انا متاكده من الكلام اللي انا بقوله لك، احنا في امان يا ابني. اول حاجه مفيش حد مسكنا، تاني حاجه مفيش حد شافنا، تالت حاجه بقى محدش بيشك فينا او يعرفنا اساسا، يبقى ليه القلق؟ يا عم وانت شاغل بالك ليه اصلا؟ عايز تطمن بقى على حق، تاخد بعضك الصبح كده وتشد الرحيل وتطلع على الفيلا وتقعد قدام الفيلا. خرج الراجل يبقى لسه عايش. وما خرجش؟ ما خرجش يبقى تنفض للحوار الفاكسان ده. بقول لكم ايه؟ ودعك. سيبنا بقى من الكلام ده. احنا عايزين نحتفل بالفلوس. تعالوا النهارده اسهركم سهره جامده قوي. هو ده حليب قلبي. المكنه فين؟ في مكان جامد قوي. لو عايزين تروحوا النهارده اظبط لكم ترابيزه على البيست. عم العالم اكتب لا دماغه حلو. اصيل دماغه حلو. اكتب اصيل معاك يا برنس العالم. او بالمره يعني نخرج الحاج خالد من المول اللي هو فيه. مالكش صالح حد خالد، انا مش جاي معاك.
وانا كمان مش جاي معاك. ليه بس يا ست الحسن؟ يا ساره تبقى ساره من غيرك عسل. انا بنته ما ينفعش اروح الاماكن دي، الاماكن بتاعت الاستاذ لؤي. خلاص يا جماعه خلي دودو براحتها. ماشي ماشي ماشي. شايل طاجن فتك كده ومادت بوزك شبرين يا ساتر. بتتحشم ايه مرة انت؟ في حشم اكتر من كده؟ ماله ده؟ ده مساكب على الاخر يا اختي. اه صحيح، هو صاحبك مبوس كده ليه؟ واحدة واحدة عليها زوز، لسه الواد عضمه طري. ايه يا عم ما تعكرش صفت اللبن. اهدي اهدي. فرفش 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 كيف؟ بتقول له حاجة يا بقرة انت؟ بقول لك يا عم عادل انت ولا عم صفوت ولا خالد، روق كده وانسى الجو اللي انت عايش فيه ده، ده موضوع فكسان اصلا. سيبك انت ياض، عليا النعمه، انا اول مره اشوف بكار سهران في كباريه. روق ياض وبسط. هف النعمان تيكت ايزي، مفيش حاجه مستاهله. صاحبك ده سعيدي قوي. جوزك يا بنت انت، الصعيده دول عمامكم، وعلى طلاق كلمه كمان اخسر الخماره دي على اللي فيها. يا اخويا السعيد واهل السعيد على راسي، ما تتحمقش قوي. انتوا عارفين يا اخوانا القعده دي ناقصها مين؟ عاملين اللي فيها فتوات، انتوا فاكرين نفسكم فين؟ في سويعة؟ احنا هنا محل محترم، انا ممكن احبسكم دلوقتي كلكم. شايفين؟ عاملين ايه في المحل؟ طلعتوا بوس امه. ايوه يا مستر سطوحي، بس احنا مش وقت عيال تتكلم معانا بالطريقه دي برضه، ما يصحش. شوف الكراكيب بتاعتك دي تساوي كام؟ واحنا ندفعهم لك على الجزمه القديمه. طب الكراكيب دي يا شاطر ب 20,000 جنيه. لا 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 لا، فين يا استاذ سطوحي؟
احنا خسرنا العربية 28 ولا ايه؟ يا خفة انت كمان بتنكت؟ الحاجات دي ما تعملهاش ال 20,000 جنيه، الحاجات دي تعمل لها 15,500. يا حبيبي ما تنساش الناس اللي مشوا بالمحل، واهم من الناس دي سمعة المحل. لا لا الحقيقة لو لا انت عندك حق، يعني لو سمعة المحل لازم كلنا نخاف على شرفه، مش كده ولا ايه؟ عندك حق، لازم نشوف حل في الموضوع ده. بعدين يا استاذ سطوح دي شوية كراسي اتكسرت، في غزاية ماتت؟ لو في غزايه ماتت اقول لك كار. وبعدين احنا هنعمل ايه؟ نسرق يعني عشان نجيب لك الفلوس؟ طب يا جماعه انا شايف ان احنا نمشيها بلدي عشان نخلص من الحوار ده. احنا بالصلاه على النبي كده 10 رجاله، كل واحد فينا يطلع باكو وناهي على الحوار، وقدر ما حصلش واللي حصل ما يتكررش، وتوتو على كبوته. صح كده يا برنس، وادي اول 1000 جنيه مني على كبوته. مبسوط يا استاذ توتو؟ وانا ال1000 جنيه بتاعتي ايه؟ عليه النعمة ده تبذير. تقدر ما حصلش. الله 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 الله. بتفتح يا بقرة. يا جدعان حيطة حيطة. فهو بقى عامل خفيف. هو ينفع كده يا جدعان؟ نبهدل البهدلة دي وكمان نرجع على باب الله. بقينا مفلسين ومقشفرين. أنت بتتكلم أنت؟ ده وش المشاكل والمصايب؟ رايح تعاكس البيت؟ يا عم وعهد الله فاكرها بتشتغل في المكان. يا جدعان خلونا نفكر بقى في المصيبة اللي احنا فيها دي، احنا كلنا ما معناش فلوس دلوقتي. ايه؟ حتى انت يا ابن الاصول والزوات طلعت معفن ومفلس؟ حتى منك أنا. لله يا اخي ده انا اول مرة يحصل لي كده في حياتي. انا ما بقاش معايا جنيه في جيبي. بس 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 هنقعد نولول، هو ما فيش غير حل واحد، نرجع نسرق تاني. لا نسرق تاني لا يا ابني، لازم نسرق. ايوه يا جماعه حقيقه بعد الاحداث اللي مرينا بيها السرقه الاولانيه، انا شايف ان احنا يعني لازم نبقى دايما الاحجام اللي احنا مختارينها ضمن الاوساع اللي احنا عايزينها. احجام يعني ايه يا عم واوساع؟ انا يعني مش فاهم منك اي حاجه. يعني بالبلدي يا اخوانا لازم نبقى منظمين شويه، مخططين هنعمل ايه. احنا المره اللي فاتت كنا هنروح في الكلابوش. ايه يا خال انت مش فاكر ولا ايه؟ انا مش معاكم في موضوع السرقه ده. يا ابني يا ابني افهم، هتلبس وتاكل وتشرب منين؟ هتصرف ان شاء الله لو هنزع الطار ان شاء الله. طب لما تتصرف بقى يا اخويا بقول لك اتصرف معاك لحسن ده على الاخر. الله. طب في حته ارض ناشفه هناك، روح بقى انت تصرف انت وهو، يعني او تصرفوا على روحكم هنا بس ورانا نبعد. يا ماجد خلينا نتكلم بجد بقى يا اخي. طب ماشي، احنا مش حراميه، احنا ممكن نعمل اي حاجه تانية. الفلوس سهل ان احنا نجيبها، احنا ممكن ننصب انهم ما نسرقش. يا سلام، يعني نصب هو اللي مش حرام؟ يا اخي والنبي روح كده وانت سكران. على فكرة يا جماعة احنا مش عارفين احنا اصلا بنقول ايه، خلينا نبقى نفوق وبعد كده نبقى نتكلم في الموضوع ده. يلا يا جدعان لازم نروح دلوقتي، حاسس ان عايز ارجع. طب يلا يلا نروح. صح لازم كلنا نروح. اه ايه بس انا ساكن فين؟ اللي بيتي منين يا طلعت؟ الوي يا ماجد طلعت، اللي بيتي فين؟ انا في الصعيد كنت ساكن جنب الترعة، يبقى في مصر ساكن جنب النيل. مرعب وبقيت تلعب جوكر وبتشرب. يا شو حالك؟ عايز ايه اسماعيل؟ في واحد جه يسأل عليك. قال لك اسمه ايه؟ لا هو شكله كده صعيدي بلديات. قال لك مين؟ هو سألني بيجي امتى؟ قلت له بيجي بالليل متأخر. طب لو جالك مرة تانية قول له مات، قول له عزل. شايفه بسلامته جاي امتى؟ الساعة 5 الفجر وعايز يدخل البيت، لو قال ايه؟ قفل موبايله. براحتك يا حبيبي، بس عايزك تروح بقى تبات في الحتة اللي انت كنت سهران فيها. اغزى الشيطان يا عبد العليم. شيطان ايه؟ إذا كان الشيطان نفسه ما بيختشيش، وبعدين أنت بالذات مالكيش دعوة، ما هو كل ده من دلعك ليه؟ إيه ده؟ كده يابا؟ حاطين المفتاح من جوه عشان ما أعرفش أخش البيت؟ بتعملها معايا يابا؟ حرام عليك يابا. يابا ده أنا ده أنت طردتني من البيت أكتر ما أنا بت فيه، يابا نفسي أحفظ شكل أمي يابا، يابا نفسي أعرفكوا، حرام عليك افتح. وطي صوتك وغور في داهية من هنا. أغور؟ هات صوتك. مش هات صوتي بقى يابا، وهفضحك في العمار. اشهدوا يا ناس يا ابو نجلاء يا عم شكري، اشهدوا. ابويا ابويا راجل راجل محترم ماشي جنب الحيط ما بياخدش رشوة.
لقيتش معاها فلوس، قمت دافع من جيبي وسكت وقلنا ماشي. اخر المطعم مش راضي يدخلني البيت، ده انا حجر راسك مش راضي يدخلني البيت. الله صل على النبي، صل على النبي. مش كده، مش كده الموضوع يعني. هتفتح ولا لا؟ اخرج اطلع بالكلب ابن الكلب ده. بلاش فضايح يا عبد العليم، ابوس ايدك كده. يابا يابا مش دي اخلاق المصريين يابا. ماشي يابا، وريني هتعمل معايا ايه؟ وريني اشوفك بس. لا صلوا على النبي يا جدعان، مش كده يا جدعان. لسه مش شغلك يا عم. ايه زعلان في ايه وعلم فين الفلوس اللي قلت لك عليها يا ياسمين؟ معيش فلوس يا زكريا. انت هتستعبطي يا بنت، هتستعبطي. انت مش عارفه انا ممكن اعمل فيك ايه؟ لا عرفت خلاص، بس برضه معيش فلوس يا زكريا. انا هدخل اعرف اذا ما كانش معاكي فلوس يا زكريا ولا لا، فاهمه؟ ولا فكراني مش هعرف يا بنت. الشقه دي كلها زيك بالظبط، حافظ كل حاجه فيها. ولا نسيت ان انا جوزك؟ ايه جوزي؟ كنت جوزي اللي بينا يا حبيبي ورقتين عرفي وقطعتهم خلاص. اسكت، وكل واحد راح لحاله. بس انا روحت في ده يا ياسمين، وانت روحتي فوق. فوق، وكله بمجهودي. مجهودك اللي انا فيه ده يا عينيا بعرقي وشقايا. انت يا حبيبي كنت مدير اعمالي، نسيت اقولك الفاشل، يا دوبك كتبتلي اغنيتين فاشلين زيك. ونسيتي حب يا ياسمين. حب ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ انت يا حبيبي راجل شمام. اللي اقول يا زكريا، صحيح نسيت اسالك، هو الشمام يا اخويا بيحب بيحس؟ انت لو كنت راجل بصحيح يا شيخ ما كنت سبتك، ده انت حاجه تقرف. وانت لو كنت بني ادمه صحيح كنت سبتك لحال سبيلك، لكن انت واطيه واطيه، وانت السبب في اللي انا فيه. وادخلي هات فلوس لو ولعت في الشعب اللي فيها. لا حاضر حاضر يا زكريا، حاضر هجيب لك الفلوس. حسبي الله ونعم الوكيل فيه. انت ربنا هيخلصني من القرف اللي انا فيه ده. يلا افتح يا عم افتح. انا ماجد. ماجد مين؟ ماجد انت عبيط يلا ما تفتح. انا يا عم. ادخل يا ماجد. في ايه؟ ايه موعدك المنيلة دي؟ عندك حد ولا ايه؟ لا مفيش حد. ادخل اتفضل. معلش قلقتك يا غالي. لا قلق ولا حاجة، احنا جلدان خلوة، بنام لي ساعتين تلاتة في اليوم. احكي لي ايه اللي حصل. لا مفيش حاجة، اصل روحت متأخر وابويا مرضاش يفتح لي ولا راضي يبيتني في البيت، كالعادة طردني. أبوك طول عمره راجل إلا، بس ما تشيلش هم، البيت بيتك، تنام وتبرطع فيه زي ما أنت عايز. بكرة تفرق. الحمد لله. خلاص بقى أنت كمان، انسى موضوع الجنايني ده. أكيد أكيد بقى كويس، يعني أكيد ما حصلوش حاجة، تلاقي الموضوع بسيط يعني. أنسى إزاي؟ ده أنا من الساعة 6 الصبح هكون واقف قدام الفيلا عشان اتاكد انه مات ولا لا. 6 الصبح؟ هو انا اسيب ناس اوفر هناك؟ اجي الاقي ناس اوفر هنا؟ ارحموني بقى، ارحمني يا عم الحاج. اسمي ده كشكو. يا راجل اتكلم بجد؟ اه يا معلم، الفيلا اتسرقت والله. اه امتى الكلام ده حصل؟ يعني من يومين كده. طب وسرقوا الفيلا كلها ولا ايه يعني؟ مش فاهم. سرقوا حاجات بسيطه بس غاليه والله. اوه شت، معلش يا شعلان، ربنا يعوض عليك. مش فارقه يا معلم، دي حاجات بسيطه وفارغه يعني، دي ما كانتش ليها لازمه في البيت والله. اه والله ده حتى ما زعلناش عليها. طب تمام، على كده بقى ما بلغتوش البوليس؟ ها؟ لا يا عم، حسنين جنين اتصل وبلغ عشان ضربوه على دماغه. ضربوه على دماغه؟
ايوه. طب وحصل له ايه؟ عايش يا سيدي زي القرد، عمال يكلمني في التليفون ومصدع دماغي. طب بقول لك ايه؟ اقفل عشان يعني امي بتناديل، هكلمك تاني. طب سلام. إيه؟ سلام. سلام. والله عملوها الرجال. اصلي مجهوده مجهوده. رد اخلص. الو انا ماجد، عرفت اللي حصل؟ نعم يا حبيبي. ولا مش طول بقى اللي اتضحك عليه؟ الاراضي يجي لي النهارده على داير ملين، فاهم؟ وانت عارف بقى لو ده ما حصلش ممكن اعمل فيك ايه. بتقول ايه يا بابا؟ انسى يا حبيبي، انا ما عنديش فتره سماح ولا فتره حنان. اتاخد قرض من البنك يا ابني، فلوسي تجيل النهارده زي ما قلت لك. ماشي، سلامه خفيف. ماشي، مش تنزل تفتح لي الباب يا ابني؟ ماشي ماشي. صباح الفل يا طولبك. صباح الفل يا طلعت. ولا تحب اقول لك يا طلعت باشا؟ مش طموحي والله يا برنس، وبعدين انت عارف الحاجات دي اتلغت بقالها فتره. محدش قال لي يعني. قول لي، جاهز بضاعه ولا خلاص استكفيت؟ استكفيت؟ النبي ما تفسرش في وشي. عايز بضاعه. ويمكن تكون عايز شقه جديده ولا حاجه عشان تليق على الطقم اللي انت لابسه الابيض في بيتي ده. قريب ان شاء الله، بس انت اصبر عليا شويه. ماشي، انا معاك للاخر. قول لي انت عايز ايه. اقول لك، انا عايز الكميات اللي انا باخدها منك العبيطه دي، انساها بقى وتخدمني بقى يا برنس، وانا وراس امي ما انساها لك طول عمري. اه بس الحكايه دي ليها نظام تاني يا خفيف. اللي هو لازم تدفع لي ثمن نص البضاعه فوري، والنص التاني بعد ما توزع. ماشي، تؤمر يا برنس. دول 1500 جنيه عايز بيهم فرش، وانا اول ما اقطع وابيع اجيب لك بقيه الفلوس. ماشي يا طلع. ولا اقول لك يا معلم طلع؟